أمسك بذراع زاك ولكنه لم يأتي معه. التفت لينظر وقفز قلبه من مكانه. كانت يده، كانت أصابعه العظيمة ملتصقة بساقيه، وكان قد قطع نصف الطريق بالفعل. أهلا بكم بعالم تغزو الوحوش بكل مكان، كنا بندنا تصدي في كل الأزمان. مرحبا أصدقائي وأهلا بكم في فيديو جديد، ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو لدي خبر سار لكم، فزينجو قد عاد إلى قناة الألعاب، سوف أترك لكم الرابط أسفل الفيديو. حسنا، فيديو اليوم يا أصدقاء هو تسبب الـ SCP-106 الرجل العجوز بإغلاق مدرسة بالكامل. ولذلك قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا اللايك. والآن لنبدأ. في المدرسة الثانوية تختلف الأمور قليلا، مثلا اختبار رياضيات، الحب الغير متبادل، مشروع جماعي مزعج، توتر وتكرار كل هذه الأشياء. وفي بعض الأحيان تؤدي مباراة كرة قدم كبيرة أو حتى رقصة مدرسية أو حتى ربما شجار في الردها إلى كسر رتابة المدرسة، ولكنها عادة ما تكون هادئة. ولقد كانت الأمور هادئة بالنسبة لهذا الشاب، لم يحاول أبدا أن يكون طفلا مشهورا أو مركزا للاهتمام، فقد فضل أن يبقي رأسه منخفضا وأن يعمل مع طاقم المسرح في المسرحيات المدرسية، ويقضي الوقت مع نفس المجموعة الصغيرة من الأصدقاء الذين يعرفهم منذ كانوا صغارا. في أحد هذه الأيام العادية حدث شيء غير متوقع ودمر الحياة السلمية في المدرسة الثانوية التي اعتاد عليها هذا الشاب، بينما كان يجلس في صف التاريخ ويدون الملاحظات مع أعز أصدقائه زاك، فلم يكن لديه أي فكرة أنه على وشك أن يعيش أسوأ يوم في حياته، وأيضا سيكون أحد المحظوظين وسينجو، ولكن الآخرين لنقل فقط أنهم لم يكونوا محظوظين. كان يكتب لزاك شيئا يتعلق بالخروج ولعب الإكس بوكس بعد المدرسة، وعندها فجأة اشتغل نظام إنذار المدرسة. أيها الموظفون، هذا إغلاق تام، ابدأوا بإجراءات الإغلاق الخاصة بكم على الفور، وإذا كنت زائرا خارج المبنى فيرجى مغادرة المكان والاتصال فورا بالرقم 911. لقد افترض هذا الشاب أنه مجرد تدريب آخر على الإغلاق، إلى أن رأى وجه معلمته. بدت شاحبة كما لو كانت تحاول الحفاظ على تماسكها لمصلحتنا طبعا، وكان يرى يديها ترتجفان عندما قامت بإغلاق الفيديو. وعندما سمع هذا الشاب الارتعاش في صوتها علم فورا أنها كانت مرعوبة، ولم يكن مجرد إغلاق تدريبي. عندما أغلقت المعلمة الباب وذهب الجميع تحت المكاتب لكي يجلسوا في الظلام وينتظروا انتهاء فترة الإغلاق، كان الشاب يسمع زملائه في الفصل يتهامسون فيما بينهم. كان الجميع يحاولون معرفة ما يحدث. اقترح أحد الأشخاص أن أحد الأطفال قد أحضر سكينا إلى المدرسة، وهنا ألقى زاك نكتة غبية حول هروب ضفدع من مختبر الإحياء. وفجأة انطلقت صرخة قوية تردد صداها في جميع أنحاء القاعة، وهنا صمت الجميع واستمعوا إلى صوت القتال، طلقات نارية وصرخات، ومن ثم صرخة أخرى أعلى وأقرب وأطول من السابقة. لقد كانت صرخة من الخوف الخالص، والألم الذي تحول إلى غرغرة رطبة جعلت معدة الشاب تتقلب. تبادل هو وزاك نظرة، وتقول هذه النظرة مهما كان ما يحدث فهو لا يشبه أي شيء رأيناه من قبل. بدأت أشعر بضيق في صدري وأصبح التنفس أكثر صعوبة. دسس رأسه بين ركبتيه وحاول استنشاق الهواء بعمق، وإذ به يسمع صوتا آخر. كان هذا الصوت قادما من الجدار الخلفي للفصل الدراسي بجوار السبورة، صوت تساقط سائل على الأرض ممزوجا بالجبس المتطاير والقطع المتناثرة في كل مكان. حاول الشاب إلقاء نظرة ولكن الغرفة كانت مظلمة، ولم يرغب في ترك مكانه الآمن. إذا كان هناك شخص ما أو أي شيء ما يدخل إلى الغرفة لم يكن يريد أن يراه. كان زاك يتمتع برؤية أفضل منه، وكان يستطيع رؤيته وهو يرفع رأسه للحصول على نظرة أفضل. عندها وضع يده على فمه في حالة صدمة، سمعه يصرخ مكتوما بيده ما الذي رآه؟ وقبل حتى أن يتمكن من السؤال اخترقت صرخة معلمته الظلام والصمت. اخرج اخرج، كررت ذلك مرارا وتكرارا، وكان يسمع اليأس الشديد في صوت معلمته. اركضوا، فقد اركضوا بحق الجحيم. كان صوتها كفيلا بأن يجعل هذا الشاب يقف على ساقيه ويركض، وكان لدى زملائه نفس الاستجابة واندفعوا بشكل أعمى نحو الباب. أمسك زاك بذراعه وتمسك به بقوة خائفا من أن يفقده في هذه الفوضى. فتح شخص ما الباب، وبمجرد خروج الشاب من الباب لم يستطع أن يمنع نفسه من النظر إلى الخلف، ربما كان فضولا أو سمة غريزية
أو حتى غباء، ولكن كان عليه أن يرى ماذا حدث. التفت ورأى كابوسا ينبض بالحياة. كان الجدار يذوب ومغطى بشيء سميك أسود وعفن. غزت الرائحة أنف هذا الشاب، فوضع يده على فمه، وكانت هناك ذراع رمادية كانت أصابعها ملفوفة حول معصم المعلمة، وكان جلد هذا المخلوق متقشرا كاشفا العضلات والعظام، بدا وكأنه جثة حية، ولكنه استعوذ عليها بقوة غير إنسانية كانت تسحب بكل قوتها. ولكن الشاب شهد بلا حول ولا قوة، بينما كان ذراعها تسحبها إلى الجدار المنصهر وكأنها لا تزن شيئا، ويبتلع جسدها وهي تصرخ. وبعد ذلك قام زاك بسحب ذراعه بقوة إلى القاعة. هيا يا رجل أهرب. لو أنه رأى ما رأه هذا الشاب كان سيدرك أن الجري قد لا يكون كافيا. مهما كان هذا الشيء فإنه خارق للطبيعة، ومع ذلك كان الجري كل ما يمتلكانه. لذلك ركض، بحث مطولا حوله عن سلاح أو أي شيء ما يستطيع استخدامه للدفاع عن نفسه، ولكنه لم يجد أي شيء. وبدلا من ذلك كل ما رآه هو الدمار الذي خلفه الدخيل إلى المدرسة في كل مكان من حوله. كانت القاعات التي كان يمشي بها كل يوم في هذه المدرسة تتهالك إلى أشلاء. لم يتضرروا فقط، لقد كانوا يتفككون، وكانت الخزائن مشوهة بحيث لا يمكن التعرف عليها، وتحولت أجزاء من الأرضية إلى برك من المادة اللزجة في كل مكان، وكان كل شيء مغطى بنفس الوحل الأسود، وكانت رائحتها أسوأ مما تتخيلون. كانت رائحتها مثل فقدان الأمل تماما، أو مثل نقطة لا عودة، رائحتها رائحة الموت. وصلوا إلى نهاية القاعة عندما سمعوا شيئا يتحرك خلفهم، وأدركوا فجأة أنهم كانوا وحدهما. هدأت جميع الأصوات والهمسات الخافتة والأبواب التي تغلق. أين ذهب الجميع؟ ألقى نظرة سريعة وراءه ورأى شخصا وحيدا يمشي متثاقلا في القاعة باتجاههم. لقد كان بعيدا، على الرغم من أنه كان بعيد ولكنه سمع صوت تقطير وأزيز، ورائحة التحلل أصبحت أقوى. لم يكن ذلك زميلا أو حتى مدرسا، مهما كان هذا فلقد كان يأخذ الناس بعيدا أو يقتلهم. لم يكن يعرف بالضبط ما هو، ولكن مهما كان ما يفعله للجميع فلقد كان هو وزاك التاليين على قائمته. والجزء الأكثر رعبا كان مدى بطء تحركه. ربما كان يمتلك أرجلا مصابة لدرجة أنه لم يتمكن حتى من التحرك بشكل أسرع، ولكن بدا الأمر وكأنه يتقصد فعل ذلك. بالنسبة للشاب وفي ذهنه المذعور بدا الأمر وكأنه يأخذ وقته، فالمخلوق لم يكن بحاجة إلى التسرع، فهو يعلم أنه عندما يريد الإمساك بفريسته فإنه سيفعل ذلك. لم يتمكن الشاب من قمع الشعور المؤلم في معدته هذه المرة، فانحنى وتقيأ على الأرض. عندما نظر إلى الأعلى كان زاك يومئ له من داخل الأبواب إلى القاعة. تعال إلى هنا. كان بإمكان زاك أن يتركه ويحاول إنقاذ نفسه ويضحي بصديقه، ولكنه كان هنا يبحث عنه مرة أخرى. حتى في هذا الموقف الرهيب صديق جيد، شعر بأنه ممتن له، وهنا تفاءل قليلا وانضم إلى أعز أصدقائه في القاعة. كان الأمر غريبا في الظلام حيث كانت الستارة تمتص الأصوات وتخففها، وبالكاد أي ضوء يوجد في المكان، والخلفيات الفرحة المعتادة المتبقية من الإنتاج الأخير لفيلم أليس في بلاد العجائب. فلقد كان المكان الذي كان يبدو لطيفا في السابق يبدو ملتويا الآن. جلسا على المسرح يستمعان إلى أصوات تنفسهما. كان الهواء ثقيلا، ولكن الشاب فضل رائحة الطلاء والغبار على تلك الرائحة الكريهة لذلك المخلوق التي عمت بقية المدرسة. هل نحن الوحيدون المتبقيون؟ همس زاك كاسرا حاجز الصمت. كان أول من قال ما كان يفكران به وما كان يخشيانه. لا، قالها الشاب بثقة زائفة، أعتقد أن بعضهم خرج قبل ال... لم يستطع إكمال الجملة. لابد من خروج أحدهم إلى الخارج، لا يمكن أن نكون نحن فقط المتبقون هنا. أسند رأسه على ضفدع عملاق مصنوع من الورق، وكان سعيدا لأن الظلام كان شديدا بحيث لن يتمكن زاك من رؤية الدموع التي تملأ عينيه. ما كان هذا الشيء؟ هل رأيته؟ اعتقد هذا الشاب أنه الوحيد الذي ألقى نظرة على هذا الشيء. لا، ولكنني سمعت ذلك وشممت رائحته. استغرق الأمر من الشاب بعض الوقت للإجابة على سؤاله، وأخيرا وجد الكلمة.
إنه الشر. جلسا في صمت لفترة طويلة. بعد ذلك كان الوقت يمر بشكل غريب جدا، وعندما ظن الشاب أنه في أمان عندما سمع صوتا غريبا كان صريرا مثل خطى على أرضية خشبية قديمة. نظر حوله بحثا عن مصدر الضجيج لكن لم يتمكن من رؤية أي شيء. بدا الأمر قريبا بشكل مرعب، صرير وصرير خطوة ثم أخرى. من أين يأتي ذلك الصوت؟ لم تكن هناك أرضية خشبية في هذه القاعة ولا حتى شيء فوقهم. وبحلول الوقت الذي فهم فيه كان الأوان قد فات. بدأ الجزء العلوي من الرأس لزج ورطب ورمادي مع خصلات من الشعر الأبيض الضعيف الملتصق باللحم الناعم بالخروج من المسرح الذي جلسوا فيه. العيون واسعة وميتة ولكن بطريقة ما منتبهة وتبحث عنهما. وقد رأوا أيضا جرحا على وجهه ينبغي أن يكون الأنف، وابتسامة عريضة بلا أسنان. لقد بدا وكأنه شخصا تقريبا، لكن الشاب كان مخطئا. وهنا صرخت جميع خلايا جسد هذا الشاب لكي يهرب. أمسك بذراع زاك ولكنه لم يأتي معه. التفت لينظر وقفز قلبه من مكانه. كانت يده، كانت أصابعه العظيمة ملتصقة بساقيه، وكان قد قطع نصف الطريق بالفعل، وقد تم سحبه إلى بركة سوداء ملساء على المسرح. كان وجهه ممتلئا بالدموع مع ظهور حقيقة مصيره. أمسك زاك بيد الشاب وضغط عليها وقال له اهرب لكي يخرج من هنا قبل أن يسحبه الرجل العجوز بعيدا عن الأنظار. ولذلك أطاع الشاب رغبة أعز أصدقائه. ركض واختبأ في خزانة الدعامات. فجأة سمع صوت انفجار وسمع أصواتا تصرخ. شيئا بدا وكأنه طلقة نارية، انفجار من الضوء الساطع. بعد ذلك صاح صوت ذكري ويبدو جديا جدا، هل يوجد أي أحد هنا؟ يمكنك الخروج، نحن مع الشرطة. فتح باب الخزانة ونظر ليرى أشخاصا يرتدون بدلات خطرة ويحملون أسلحة غريبة وأجهزة لم يرها من قبل. اقترب منه الرجل الذي تحدث معه وأمسك بيده وسأله إذا كان قد رأى أي شيء. لقد كان لديه إحساس قوي بأنه لا ينبغي أن يخبره بما رأى، فقال لا سيدي. أو ما الرجل سواء صدقه أم لا كان يعلم أنه لن يقول أي شيء أكثر من ذلك. تسرب للغاز، لقد دمر أجزاء كبيرة من المبنى، إنه شديد الخطورة، نحن بحاجة إلى إخراجك من هنا. وهنا أخذوا الشاب إلى المنزل وعانق والداه بقوة كبيرة لم يسبق له أن فعلها من قبل. وفي تلك الليلة غطت الأخبار المأساة التي حدثت في مدرسة هذا الشاب. لقد أودى تسريب الغاز بحياة العشرات قبل أن تصل السلطات إلى هناك. يمكن لأي شخص قبول هذه القصة كما يريد، ولكن هذا الشاب يعرف الحقيقة، فهو يراها عندما يغمض عينيه ويتخيله واقفا فوقه عندما يستيقظ في منتصف الليل. تلك العيون الجوفاء وتلك الابتسامة الرهيبة ورائحة الموت والعفن. بدا له حقا أنه رآه. لم يعرف بالضبط ما الشيء الذي رآه، ولكنه يعرف بعض الأشياء على وجه اليقين. فلم يكن هناك تسريب للغاز، لقد رحل زاك وبقية الأشخاص الذين قضى عليهم ذلك المخلوق. وإذا هرب هذا الوحش يوما ما فظن الشاب أنه سوف يلاحقه. حسنا يا أصدقاء، أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. في أمان الله. أهلا بكم بعالم تغزو الوحوش بكل مكان، كنربان تنتصر في كل الأزمان.